خلينا نروح لارض الملعب ماشي. وطبعا نورهان او محمد توفيق ولقاء مهم مع نجم الفريق واللي عايزين نطمن عليه بنفسه الكابتن علي زين. اتفضل يا محمد. الف مبروك يا هيثم، ببارك لك وبارك لضيوفك الكرام وكل جمهور نادي الاهلي في كل مكان. بطوله جديده بتخش ضرب بطولات النادي الاهلي، ورب دايما في بطولات وانتصارات وما اغلاها بطوله، وكاس السوبر الافريقي للعام التاسع التوالي. ومعانا واحد من نجوم المباراه، نجم منتخب مصر ونجم النادي الاهلي كابتن علي زين. كابتن علي الف سلام عليك في الاول، الف مبروك البطوله، واعتقد بطوله غاليه جدا. اه طبعا بالنسبه لي بطوله غاليه جدا جدا جدا. مبسوط جدا ان انا كنت موجود النهارده، و الحمد لله يعني الفريق كله لعب مباراه عالميه زي ما بنقول. مبسوط جدا بصراحه، مش يعني موصوف، يعني مبسوط وصف، يعني بالنسبه لي شعور يعني بقى كتير قوي ما حسيتوش، ومبسوط جدا بالاحساس ده والله. كابتن علي يعني بسم الله ما شاء الله خدت بطولات شرقا وغربا وفي العالم كله، لكن بطوله مع النادي الاهلي اعتقد مختلفه. اكيد طبعا دي مختلفه بالنسبه لي، حاجه سبيشال بالنسبه لي، حاجه الواحد اكيد نفسه يعملها من زمان. والله فعلا انا مبسوط جدا من كل قلبي، و وراضي جدا يعني الحمد لله احنا كسبنا ماتش زي ده وكسبنا بطوله زي دي. ان شاء الله مزيد من البطولات، ودي حاجه بالنسبه لي حاجه خاصه جدا، وحاجه انا عمري ما هنساها يعني. اخيرا مش عارف طبعا، عارف انك كنتش عايز تتكلم عشان الاصابه ولسه مش عارف تشخيصها، لكن يعني كلمنا عن احساسك وانت نازل الملعب لاول مره واستقبال جمهور النادي الاهلي ليك، وكان امله كبير قوي في علي زين، والحمد لله النهارده كنت قد الجول. الحمد لله طبعا انا مبسوط طبعا، الناس مبسوطه بيا، ومبسوط اكتر ان احنا عرفنا نكسب النهارده، لان مكسب النهارده مهم جدا بالنسبه لنا وبالنسبه للفريق، فالحمد لله على كل شيء يعني. شكرا كابتن علي بالتوفيق في اللي جاي. ربنا يخليك. كابتن هيثم ده كان لقائنا مع نجم مصر والنادي الاهلي علي زين، متواصلين مع حضراتكم مزيد من اللقاءات. كلمه ايه كابتن هيثم اتفضل. ان شاء الله هنطمن عليك اكتر يا علي باذن الله بعد الفحوصات والاشعاعات الطبيه، عشان يعني نطمن على سلامتك، واهم شيء الحقيقه هي سلامه كل اللاعبين قبل اي القاب، وده الحقيقه ظهر النهارده جليا.